هو ايه اللي حصل؟ ليه الطلاق بينتشر بهذه الصورة؟ وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن مشكلة الطلاق في مجتمعنا بصفة خاصة زادت كل التوقعات، فأصبح عدد الطلاقات تقريبا كل 6 دقائق بنجد حالة طلاق. وطبعا احنا مش بنبص للطلاق على انه انفصال بين الزوجين فقط، ولكن بننظر اليه على ما يترتب عليه من اثار، من تشريد الابناء وتحويلهم الى يتامى في حياة ابويهما، لان هناك خلل في العلاقات الاسرية. وبكل اسف بعد تدخل بعض المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق المرأة وتنادي بالمساواة بين المرأة والرجل، أصبحت بعض الزوجات يفهمن هذا الموضوع فهما خطأ. الندية، يعني الندية كسؤال في النهاية، أن الندية دي أحد أسباب الطلاق. بعض الزوجات، فضلا عن بعض الأزواج يقصرون في واجباتهم نحو أسرهم، فالبعض مثلا ينشغل على الجلوس على المقاهي ويترك الأسرة بدون رعاية، البعض يترك الأبناء بدون نفقة، البعض يترك الأسرة ويسافر ويكتفي بالتليفون عن طريق أنه هو يطمن عليها، فمرة فمرة يتزوج في البلد اللي هو سافر فيها ويترك أسرته للضياع. فالمشكلة يعني أنا لا أستطيع أن أنا أقول أن الرجل وحده هو المسؤول أو الزوجة الوحدة هي المسؤولة.